احنا في جيزا سيستمز إديوكيشن فاونديشن هدفنا خدمة المجتمع باستخدام التكنولوجيا، وتحديدا تكنولوجيا الفاب لاب او الديجيتال فابريكيشن. وعشان كده عندنا فاب لاب اون ويلز. هذا الباص العظيم هو معمل تصنيع متحرك، هدفه ان احنا نلف بيه محافظات مختلفة، اماكن كتير في القاهرة، عشان نوعي الناس ونعرفهم بالتكنولوجيا دي، نعرفهم ان هي موجودة ونعرفهم هو ممكن يستفيدوا منها ايه. وعشان كده عملنا اتفاق مع جامعة حلوان ان احنا نلف كل كليات حلوان ونعرفهم التكنولوجيا دي عبارة عن ايه، ونعرف كل الطلبة هم ممكن يستفيدوا منها ايه. عشان كده رحنا كلية تعليم صناعي، ورحنا هندسة المطرية وهندسة حلوان وفنون تطبيقية، والنهاردة في الحرم الجامعي بتاع حلوان. بدأنا نشوف كل الطلبة باحتياجاتهم، هم ممكن يستفيدوا ايه، وايه الحاجات اللي هم ممكن يحبوا ان هم يتعلموها في الحاجات دي. عرفناهم ايه المكن بتاع الديجيتال فابريكيشن، ايه المنتجات اللي بتطلع منه، وهم ممكن يطلعوا منه مشاريع عاملة ازاي ويتعلموه ازاي. فكرة اصلا بتاعت فاب لاب اون ويل فكرة ممتازة جدا، اتاحت للطلبة ان هم يشوفوا حاجات جديدة ما شافوها قبل كده، وبالتالي بتديك اصلا فرصة للطلبة ان هي تشوف ازاي الماشين بتتحرك. وحكايه ان هو يجي من مكان الكليه جنب الطلبه، فبتوفر في الوقت وبتدي اصلا معلومات مهمه جدا، وبعد كده الطالب ممكن يفتح له مجال كبير ان هو يكمل في المجالات دي كلها. كان تجربه جديده النهارده، دخلت العربيه وشفت حاجات جديده لسه كنت اول مره اشوفها اصلا، فتفيدني ان انا اصمم كنترول اصممه الاول بحاجات صغيره عشان اوريها، لو هوريه او اعرضه لجهه اكبر ان انا تنفذ لي الحاجه دي. احنا طبعا يعني طلاب هندسه بنسمع كتير عن اجهزه السي ان سي، بس طبعا ما كناش بنشوفها كتير غير الاجهزه اللي في الورش. الاجهزه عندنا طبعا قديمه شويه، مش مواكبه لاحتياجات السوق او مثلا المشاريع اللي بتتعمل اليومين دول، فطبعا فادنا كتير اللي احنا شفنا 3D Printer والليزر كاتر. الحاجات دي طبعا بتفيدنا كتير في المشاريع بتاعتنا. هو بصراحه اول حاجه لفتت نظري الالوان، المصنع شكله جميل جدا، وكنت جايه اكتشف ايه ده. بصراحه ما كنتش اعرف اصلا ان هم الفاب لاب اون ويلز هنا، فجيت اشوفه فطلعت وكده لقيت جوه ال 3D برينتر والليزر كاتر والميلنج CNC ميلنج ماشين. كان في اقبال من الطلبه على الباص، كنا بنيجي ناخدهم في الباص تور نوريهم كل مكنه 3D برينتر، الليزر كاتر، CNC، كل مكنه فيهم ايه اللي ممكن يطلع منها، ايه المنتجات اللي ممكن يطلعوها منها، وايه الحاجه اللي ممكن ينفذوها من التصميمات بتاعتهم عليها، واشتغلوا بايديهم على المكن يطلعوا حاجات مختلفه، وده اللي خلاهم يبداوا يشوفوا الموضوع ده بشكل عملي اكتر. اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت ازاي اطبع بالسي ان سي، بال3D برينتر، اتعلمت جوه ازاي استخدم البرنامج واحط تصميمات واطلع تصميمات كويسه جدا وبروفيشنال باسلوب يعني يكاد يكون ان هو ممكن يكون سهل بالنسبه لو انت اتعلمته بشكل حلو. بصراحة أنا استفدت كتير جدا لما دخلت العربية وشفت كل الحاجات اللي أنا كان نفسي أشوفها، وخدت قرار إن أنا إن شاء الله هبدأ في المشروع بتاعي وهنفذه بإذن الله. وإحنا قسم زخرفة وإعلام كلية التربية جامعة حلوان، شفنا الأتوبيس هنا عند المكتبة المركزية، دخلنا اتعرفنا على المكن وإزاي بيشتغل يعني وكده، عجبتنا الفكرة، واحنا كان معانا تصميمات أصلا عاملينها بالرصاص في مواد التخصص يعني وكده، ونفذناها بالجواش تاني. خدنا التصميمات ديت الدكتوره يعني بالمساعده مع الدكتوره بتاعتنا حطيناها على برنامج اللي هو المكنه بتقراه، وبعد كده نفذنا التصميمات بقى، طلعناها بالخشب كده زي ما انت حضرتك شايف. طلعنا التصميمات المكنه بالحفر يعني والقطع وعشان احنا هدفنا نفيد اكبر عدد ممكن ونلف مصر كلها نعرفها بالتكنولوجيا دي، في طلعات جايه كتير، هنلف محافظات اكتر ونروح جامعات اكتر. عشان كده تابعونا على الصفحة بتاعت الفيسبوك عشان تعرفوا احنا فين بالظبط. مستنيينكم في الباص.